حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا في اخر فقرات صباح الشارقه. قليل ما يخلو مطبخ في العالم من انواع التوابل التي تضفي نكهات خاصه وشهيه على الاطعمه، الا ان البعض يعشق الحاره منها حد المبالغه دون الاكتراث لما قد تسببه من مشاكل صحيه. نتعرف مشاهدينا اكثر عن انواع التوابل الحاره وما يتعلق بها من فوائد واضرار مع الدكتور محمد يونس اخصائي التغذيه والشيف ماجد. صباحك خير. صباح النور والسرور. حياك الله ويانا. الله يحييك. اهلا. صباحك خير شيف ماجد. صباح خير. اهلا بك. صباح خير للدكتور. صباح الخير يا شيف. اهلا بك. يا اهلا وسهلا فيكم. ما شاء الله اليوم يعني اكلاتنا اليوم فيها بهارات يعني مفيده صحيه. نعم. وايد، لكن الغريب شوي اليوم في طريقة استخدامه وفي شو بنستخدمه اليوم. صحيح. صح. نذكر بس مشاهدينا. نعم. البهارات أكيد مثل ما تكلمنا في المقدمة هي موجودة في المطبخ أو في كل المطابخ عالميا، مصادرها متعددة، أغلبها ممكن من بلاد شرق آسيا، من الهند وما شابه، لكن استخدامها موجود من مكان. مناسبة جدا بهاي الفقرة اليوم مع هذا الجو البارد، فاستخدام البهارات يعتبر يبعث على الطاقة أو ممكن يمد الجسم بالحرارة. اليوم مثل ما تفضل جمال رح نعمل أشياء شوي غير العادية، يعني رح يكون معنا سمك السالمون، رح نعمل معه صلصة مكونة من الكريمة، الزبدة، البصل، ونستخدم معها البهارات الفلفل اللي هو منوع، يعني الفلفل الأحمر مع الأخضر والأسود والأبيض. طبعا الفلفل هو شجرة واحدة، لكن طريقة التصنيع أو المعالجة بعد القطاف بتخلي الأنواع تختلف. راح يكون معنا كمان، طبعا راح نتبل السالمون بالليمون والملح العادي. راح يكون معنا كمان نوع من العصير اللي هو اللاسي، اللي معروف جدا، يعني اللبن أو الزبادي يشربوه كثير الناس، يعرفوه في الإمارات. راح ندخل معاه الكمون، فهي الطريقة الجديدة. وكمان راح يكون معنا نوع من الفواكه اللي ممكن نتناولها مع البهارات أو الفلفل الأسود. نعم. وراح أبدأ هلأ في تحضير السالمون. ليه ما يحضرون؟ احنا ننتقل عندكم أمل ويا الدكتور محمد. دكتور محمد يونس، اليوم يعني بنتكلم شوي عن البهارات، بنسلط الضوء على أنواع البهارات. دائما يوم نتكلم عن البهارات أغلب الناس يشوف سلبيات البهارات، أن البهارات مش زينة، ممكن تأثر على المعدة، ممكن لها أضرار كثيرة على الصحة. اليوم نتكلم ونتطرق عن فوائد هذه البهارات، وخاصة أن في البداية بنتكلم عن أنواع هذه البهارات. هل هناك بهارات مثلا، هل ممكن نقول عنها باردة، بهارات حارة، أنواعها، بعدين نتكلم عن فوائدها إن شاء الله. الحقيقة يعني البهارات بتتنوع أو بتختلف أنواع كتير جدا، بتختلف في استخدامها، بتختلف في تأثيرها، بتختلف حتى في النكهة اللي بتعطيها. استخدام البهارات كمان بيختلف على حسب نوع الأطعمة اللي بتستخدم فيها البهارات. البهارات مش لها أضرار قد ما لها فوائد، يعني فوائدها كتير جدا جدا جدا. جميل. وأضرارها بتنحصر في أمور بسيطة خالص تتعلق بالبهارات الحارة تحديدا. حلو. أو استخدام البهارات في الحالات الصحية اللي بتكون حساسة شوية لاستخدام هذه البهارات. منها البهارات، منها ما هو ما نسميه البهارات الباردة أو جيدة التقبل لجسم الإنسان، ومنها ما هو حار. كلاهما بيعتمد على الشخص نفسه، هل بيحتمل ولا ما بيحتملش. جميل. يعني شيف ذكر انه بيحط الكمون في الروب، اغلب الناس تاكل الروب وتضيف الكمون. تمام. هل الكمون يعتبر من التوابل البهارات الحاره ولا البارده؟ يعتبر من البهارات البارده. البارده. لانه ما تحرق المعده اكيد يعني. ولا اللسان. بنتكلم شوي عن طبعا الفوائد، ذكرت ان هي فوائدها اكثر من اضرارها. صحيح. متى ممكن لهذه البهارات ان تضر بالصحه؟ الحقيقة إن هي مش هتضر بالصحة إلا زي ما اتفقنا، إنه في حالات معينة بالنسبة للأشخاص الحساسين من أنواع معينة من التوابل أو بالنسبة للتوابل الحارة. فالتوابل الحارة مثلا ممكن إنها تسبب تهيج وتورم واحمرار في الجلد، هذا بالنسبة للجلد. بالنسبة للمعدة مثلا ممكن في حالة الأمعاء الحساسة أو الأمعاء اللي بيبقى فيها التهابات بتزيد من هذه الالتهابات أو بتزيد من تهيج الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز الهضمي، فممكن تسبب زيادة في حرق فم المعدة. والتغلب عليها ديت بيبقى الى حد ما مش صعب. في ناس مثلا بتاكل الشطه بتشرب مي، دي مشكله كبيره. ليه؟ لانه المواد اللي بتسبب الحراره بتكون موجوده في الزيوت العطريه للتوابل،
وبالتالي المية ما تخففهاش. اللي ممكن يخففها الوقت دوت الحليب البارد. أيوة يعني أغلب الناس صح المتعارف عند الناس أن أول ما يأكلون مثل هذه البهارات يضيفون البهارات في أكلهم ويحترقون يشربون المي. وفي ناس لا بعد تزيد الطين بلة وتشرب المشروبات الغازية. ده صحيح. ده ممكن يسبب مشاكل أكبر بكتير جدا. طبعا ممكن لو البهارات ديت نتيجة لأن المواد الحارقة اللي فيها موجودة على الزيوت أو موجودة داخل الزيوت العطرية تطيرها في وش الإنسان يسبب تهيج لأغشية العين. أيوة. ودي برضو حلها بيبقى مش مستحيل ولا حاجة. هي فوطة مبللة وبتترك على العين لحتى تمام الشفاء. جميل. دكتور محمد، في الكثير من الناس يعتقدون أن البهارات تخفف الوزن، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ الحقيقة أن البهارات بتساهم في تخفيف وفي زيادة الوزن. تخفيف وزيادة الوزن. أيوة. متى البهارات تخفف؟ البهارات تخفف، مش كل البهارات طبعا، هي مادة الكابسيسين تحديدا اللي بتستخرج من الفلفل الحار. دي بتساهم في رفع حرارة الجسم وزيادة معدل ضربات القلب وزيادة معدل التمثيل الغذائي، طبعا بنسبة تعتبر مش كبيرة يعني في حدود من 15-20% مثلا. فده يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية وتخفيض الوزن. جميل. أما في حالة الأشخاص اللي عاوزين يزودوا في الوزن، إضافة البهارات الحارة إلى الأكل يساهم في فتح الشهية، وبالتالي يزيد شوية من الكميات المأكولة وممكن يساعد في رفع يعني الوزن شوية. يعني الناس اللي تحب البهارات ممكن تضيف البهارات في أكلها وما تبغى تمتن، شو تسوي؟ هل طريقة التحضير أو في ممكن أكلات أو إضافات معينة يضيفها عشان أو تقلل من السعرات الحرارية؟ تختلف القصة على حسب نوعية الطعام نفسه، يعني البهارات اللي بتضاف للشربات غير البهارات اللي بتضاف مثلا للأطعمة المأكولة، حتى شكل البهار نفسه. يعني في مثلا بعض الانواع بتستخدم البهارات كامله زي مثلا البرياني بتستخدم في الفلفل الاسود كامل. في الانواع مثلا من الاطعمه لا لازم يضاف فيها ناعم مطحون. فهي البهارات بتختلف استخدامها على حسب نوعيه الطعام نفسه او على حسب شكل الطعام او على حسب طريقه الطهي. جميل. وريحه البهارات بعد احنا نروحها احنا ما شاء الله الشيف شاء الله. تسلم ايدك يا شيف. نعم. يعني نحن وين وصلتوا؟ طبعا احنا سوينا السمك، تبلنا السمك بالبهارات، ممكن نستخدم البهارات اللي بنحبها، لكن استخدمنا مثل ما حكيت الفلفل بالوانه، استخدمنا شويه من زيت الزيتون، وهون السمك اللي عم استخدمه هو السالمون. الصلصه كانت من الكريمه مع البصل وكمان فيها الفلفل مثل ما تكلمنا. في بعض انواع البهارات بتكون موجوده مع في الماء المالح، وهي ممكن نحصل عليها من السوبر ماركت، كمان بتكون نكهتها مميزة جدا. يا ريت نستخدمها. ومثل ما حكينا كمان في المطبخ البهارات تعتبر هي فاتح للشهية. يعني إذا نحن نستخدمها في وجبات المقبلات تعتبر مميزة، لأنه خلينا نرغب في تناول الطعام، بالإضافة أنه كمان مثل ما حكينا ممكن تبعث على الطعم. هاي بالنسبة للسالمون اللي راح أسفه هلا. جمال كان عم يسوي لنا طبق خاص. شو سوينا شيف جمال؟ والله أنا قصيت تفاح وقصيت مانجو. طيب شو حنسوي عليهم؟ بنسوي عليهم البهارات الفلفل الأسود. هاي طريقة مختلفة شوي، في ناس يمكن ما تعرفها وفي ناس تستخدمها أوريدي. التفاح الأخضر تحديدا والمانجو يؤكل في دول آسيا، حتى صرنا نحن نعرفه مع الفلفل الأسود. يعني انت ممكن فقط هذا صحن الفواكه اللي حابب تتناوله في المساء مثلا امام التلفزيون او ما شابه، نعمل رشه من الفلفل على التفاح. في ناس بيضيفوا الملح. هاي معروفه على التفاح او بيضيف الملح، لكن الفلفل قد يكون ضرره اقل وطعمه ألذ. كميه قليله من الفلفل الاسود بتكون كويسه. شوف بالنسبة للبهارات الحين، الفلفل الأسود مثلا، الجرفة، الكمون، شو ما كان، كيف نعرف مثلا النوعية الجيدة؟ ولا وبعدين احنا ما شاء الله نشوف الأسواق ساعات الأسعار تكون مختلفة من مكان لمكان. نعم. يعني القصة هون انه البهارات مجال التلاعب فيها او الغش نقول واسع. يفضل على طول انه نحن نقدر، يعني اذا بنقدر ناخذ البهارات الكامله نطحنها في البيت فهذا بيكون كويس كثير، لانه حتكون فريش وكويسه. تخزينها يكون في علب معتمه زجاجيه
لكن اللي مطحونة ممكن تكون مخلوطة مع أشياء ثانية. أكثر شيء يخلط معها طحين العدس، النشا، اللي هي أشياء رخيصة مقارنة بسعر البهارات، فما بتكون الجودة أو نقاء يعني نوع البهار خاص. في ناس يقول تعتمد على الريحة، إذا الريحة قوية مثلا تكون فريش، إذا كانت أكيد. مثلا هذه أكيد طبعا إحنا يفضل في البيت يعني نطحن البهارات بنفسنا وما يكون يعني فترة طويلة للطحن، يعني كل يومين ثلاثة نعملها بتكون كثير كويسة، والمكان اللي عم نشتري منه نكون نحن بعد عارفين. بعض الأحيان يعني في أمور بسيطة بتحس أنك أنت عم تشتري البهار المطحون أرخص من الكامل، وهي فكرة مش واردة، كيف حتكون يعني في المنطق غير مقبولة. صحيح. خاصة مثلا نشوف الفلفل الأسود، هاي شيء شائع، فكيف بيكون أرخص وهو فأكيد هذا مخلوط مع شيء ثاني مش طبيعي. هاي بالنسبة للسمك، أنا راح أسوي بسرعة نوع من العصير اللي هو الزبادي، وراح أضيف له الكمون الكامل اللي أنا أوريدي حمصته شوي، وراح نخفقهم مع بعض لحتى نحصل على عصير يعني مناسب لهذا الجو البارد إن شاء الله. احنا لما نجهز حق الدكتور اللبن والسلمون وطبقنا الجميل ما شاء الله، هذا فطور رائع. خذوا لكم جولة كذي طبية غذائية لما احنا أكيد بما ان الشيف اضاف البهارات على أغذية متنوعة مثل الأسماك السلمون، سمك السلمون، وحتى ضاف على الفواكه مثل المانجو والتفاح. أغلب الناس تحب تأكل المانجو يعني بهذه البهارات، خاصة في ناس تضيف الفلفل الأحمر يعني أو الفلفل الأسود. فإذا بنتكلم عن الكمية اليوم، الكمية المناسبة نتناولها، إذا بنتكلم بشكل يومي أو يوميا اللي ممكن إحنا نضيفها في أطعمتنا بحيث أنه ما تضرب صحتنا. الحقيقة أن الكمية بتعتمد على نوعية البهار، وبتعتمد على نوعية الطعام المضاف إليه البهار، وبتعتمد أيضا على النكهة المرغوبة. استخدام البهارات بيكون غالبا بيكون بيتم بمعيار قليل، زي مثلا استخدام ملعقة شاي، نص ملعقة شاي، ربع ملعقة شاي، أكثر أقل، فهي بتبقى العملية محدودة مش كتير. طبعا زي ما قلنا الأهم فيه واللي بيحكمه هو رغبة الشخص. ممكن الشخص يكون بيحب البهار كتير فبيستخدمه بكمية أكبر، بيحبه أقل. هي كمان البهارات جدا مفيدة، يعني منها اللي بيحدد الاستخدام بتاعها هو حال الشخص نفسه. يعني في بهارات مثلا بتستخدم على النطاق الطبي زي القرنفل مثلا، زي الكمون، جميل، زي الكسبرة، زي القرفة، زي الكراوية، دي أمور شائعة في حياتنا جدا ليها استخدامات طبية جيدة. فمعرفة فوائدها كثير بتفيد في استخدامه. جميل. دكتور محمد يونس، نحن شاكرين لك تواجدك معنا، يعطيك الصحه والعافيه. اكيد طبعا. شيف ماجد شكرا لك، يعطيك الصحه والعافيه. شكرا جزيلا. هذا عصيرنا، ريحه الكمون صارت في المطبخ، البهارات، الفلفل، فان شاء الله نكون قدمنا شيء مختلف اليوم، وشكرا لمتابعينا. اكيد الله يسلمك ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام احنا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا الصباح، نتمنى ان حلقتنا كانت مرضيه، وان باذن الله نلتقي فيكم بحلقات متميزه اخرى ان شاء الله تعالى. وتقبلوا تحياتي اخوكم جمال السميطي واختكم امل محمد، على امل ان شاء الله تعالى نلتقي فيكم في حلقات قادمه. نشوفكم باكر ان شاء الله في حلقه جديده، في امان الله.